يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في المسائل الخلافية الفقهية بالنسبة للمقلد، يتبع أي القولين؟ هل هو قول المفتي الأوثق أم الأحوط، أم يخير في ذلك ويأخذ بالأيسر؟ أرجو أن تبينوا لنا الضابط في مثل هذه الأمور. نعم، ايش يقول؟ يقول في المسائل الخلافية الفقهية بالنسبة للمقلد، يتبع أي القولين؟ هل قول المفتي الأوثق أم الأحوط، أم يخير في ذلك ويأخذ بالأيسر؟ ما الضابط لهذه الأمور؟ هذا يختلف اختلاف الناس. إن كان الإنسان طالب علم ويعرف الترجيح بالدليل فيأخذ ما ترجح بالدليل من أقوال المجتهدين والمفتين، يأخذ ما ترجح بالدليل. أما إن كان عاميا لا يعرف الدليل والترجيح فإنه يختار من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه. نعم.